إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التوفيق والسداد والعز والتأييد والرشاد، إنك أنت الكريم الجواد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.